كتروا يلي بيكتبوا أغاني، لكن مش كل مين كتب نص صار اسمه شاعر. ضيفة نصوص وسام على صدر الغنية اللبنانية، ولوحة مشكلة بخطوط فنان كل ما حرك قلمه على الورق انكتب فصل جديد بتاريخ الكلمة اللبنانية. تعلم دروس لكل مين سمح لنفسه يتطفل على تراث وطن وثقافة شعب وينتحل صفة شاعر. ضيفة الوطن بسطوره التزام وقيمة وعز هو الشاعر نزار فرانسيس. لما تنجح غنية عند بعض الملحنين بينصبوا حالهم فلتة زمانهم من أول لحن بيضرب معهم. ضيفي النجاح رفيقه بكل ألحانه وعلى مدى سنين، ومع هيدا وكله المسؤولية والخوف على الهوية والغنية عنده أكبر بكتير من نجاحات عمرت سنين. هيدا شأن الكبار بالفن، وهو من هالكبار اللي حفروا بذاكرة لبنان فن وغنية وأكتر، هو الملحن وسام الأمير. نستقبل ضيوفنا استاذ نزار، استاذ وسام، اهلا وسهلا فيكم. مساء الخير. مساء الخير، تفضلوا. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم. انا اللي بدي اقول يعني بالاذن يعني من اللي عملنا البروتوكول وقال بيقولوا الستات ما بيوقفوا هن قاعدين، هيدي قله مروه وقله هيبه، انا بدي اوقف. اهلا وسهلا فيكم. استاذ نزار، يعني الكلمة قبل واليوم وبكرة هي أول شيء بالغنية، من بعدها بيجي الموسيقى والإحساس شوي، مزبوط؟ هلا بيزعل الأستاذ وسام، مزبوط؟ بالعكس هيدا صحيح. وأنت بتكتب كمان أستاذ وسام. طبعاً طبعاً. ونجوى شاعرة. أيوة شاعرة فيكم اليوم كثير. أول شيء صرتوا زملاء؟ نجوى شاعرة اليوم كتبت الأستاذ نزار فرانسيس. أيوة. زميله سعيد عقل الاستاذ الكبير، زميله كبار شعراء، عم تحطيني لي انا زميل، انا بكتب لي شويه خواطر، عيب. بركتلا صارت عضوه بالسسام، انتسبت الى جمعيه المؤلفين والملحنين. اول مره يمكن بقول انا على طول لما بيكون في عندي هيك مناسبات بدي اقول في مناسبات مفصليه بحياتي بالشعر يعني. هي. وبدي اقول فيها القي فيها قصائد او اقول نجوى كرم اول مني بيسمعهم، هيدي شغله مهمه كثير. انا اكثر من مره يعني بحب اللي بقوله وبدوب بدوب بكلامك يعني شاعره من قبل ما تكتب الشعر هي بشاعره. لا شاعره يعني بشعر بالكلمه. في قصيده انا بحبها كثير لك وانت بتعرفها، بدي اسمع الليله. قصيدة لألي ووطنية يعني وطنية. أو عارف إياها هلا مش رح اتذكرها نجوى، وحياتك ما رح اتذكرها. تبع الجيش بدك تتذكرها وبتسأل وسام بتكون أنت بلشت تتذكرها. بلش تذكر أستاذ نزار، مش حنخلص القعدة قبل ما نسمع القصيدة. ولا يمكن نعمل ترجع لذكرتك شوي. وبنرجع بتتذكر وبنرجع بنصور. إيه هي القصيدة بتقول بكير قبل النصر في آمي هوت في رمح مال وعجزع أرزي تكي بإيده وما للشمس تينام انطفت والجرح باس تراب أرض المعركة. الله الله. وبوز البارود اللي كان بزلغة سكت لعد غنى ولا طلع منه حكي، ولما العين عغفوة عيونه بكت رد الجرح بالصوت ممنوع البكي. الله. ممنوع ممنوع بوز البارودي يخرس من الصوت يسقع ويبرم وما طال ايد في الف ايد بتعرف تزل الموت بتنمد ليها بترجع من جديد تزلغت بايدين اللي حاملها تكتب حكاية نصر اولها بيسقط شهيد بناخد بتار الشهيد. الله. وهيك المجد وهيك النصر على صفحة المجد انكتب والحبر حبر جروحكن انتو واللون بدلي مرقطة بلون التعب انتو الخمير بأرضنا صرتوا من قال خلصت حربكن صرتوا أرز مزروع بلش العز بموتكن صرتوا علم مرفوع تعلوا تعلوا بعد أعلى من الممنوع دقوا براس المجد وكفوا الطريق طلوع. الله. ضيعت صوتي أنا وعيت لكم أخرت موتي تلاقي مثلكم
حملت كمشي من التراب وصرت عم احكي معها، حسيت قلبها داب وسألتها شو بيوجعها، داري الوجع من قبلكن يوم اللي كان واهلكن من دون كيف وليش ما يسألوا قديش، ولك تكرم عيون والجيش لفت علم لبقتلكن. يا نزار شكرا. الله يا استاذ نزار. استاذ بسام، يعني رفقتها درب اكثر يمكن خلال 25 سنه من اكثر الاشخاص اللي كنت موجود دائما بمسيره نجوى كرم وسام الامير، لوين بعد كل هالاغاني اللي عملتوها؟ يعني بدي اقول لك انه اول مره بيجي بحكي اللي بفكر فيه على طول، بالعاده بيجي بحكي شيء وبكون عم فكر بشيء. يه شو صاير عليك؟ يعني هلا بدي احكي هيك كلمتين، بدي اقول انه انا لما اقعد لحالي شوف راجع نجاحاتي وإخفاءاتي باللحن وبالغنى، كل ما تخطر صورة نجوى كرم ببالي بنتفض وبقوم وبقول ربحت التحدي. هالصوت اللي أنا أمنت فيه، هالصوت اللي ما بيشيخ، هالشهرة اللي مرشرشي على حدود الدنيا كلها، أنا بقشع حالي وإلي الشرف أقول إنه أنا إلي حصة فيها وحصة الأسد فيها. بعدين وهيدي النجاحات مش وليدة صدفة أو وليدة حلف. نجوى كرم ما بتعمل حلف فني مع حدا، والأخطر بنجوى كرم إنها بتفصل علاقتها الشخصية عن علاقتها الفنية، بمعنى يمكن مقتلة هي واحد، زعلانة هي واحد، بيجيب لها غنية حلوة هيدا لحاله وهيدا لحاله، والعكس صحيح. خبز وملح وعشرة وصداقة وما في غنية كمان هيدي ما بتلغي هاي. وبدي اقول لك كمان اكثر من هيك، انه من وقت نجوى كرم لما بتعمل البوم ما بتقول هون في محل وسام الامير وهون محل عماد شمس الدين وهون محل جورج مردروسيان، ما بتقول هيك. لما بتعمل البوم نجوى كرم وتفتح البوم بتفتح ورشه بكل البلد، يعني كل الملحنين كلش هاي، خليني اكون واعي مزبوط هيك لازم الناس تعرف شيك عمار. يعني كل الناس اللي بتلحن، كل الناس اللي بتكتب بتتمنى انه نجوى كرم تغني لها غنية. عن جد الشغل مع نجوى كرم له طعمة خاصة وله نكهة خاصة مختلفة جدا عن كل الفنانين، وخصوصي البنات عم بحكي. بكره بتتقتل انت وياهم طبعا. معلش. لان تعاطيها بعدها بتتعاطى بالشكل الصحيح والشكل السليم بكل مفاصل الغنية، بالكلمة باللحن بالتوزيع، يعني بتقعد معك بتسهر من الألاف للي، هيدا شيء بيخلق فيي أنا كملحن عم بحكي، بتخلق فيي قوة، بتخلق فيي بتعطيني باور شيء مش طبيعي، اسم الله علي عن جد. يعني في أغاني ما بتروح من بالك نجاحات مع نجوى كرم؟ أكيد عدهم، بدك تحفظهم كله مثلا؟ يعني بقدلك خيروني ابن العم، حظي حلو، ما حدا لحدا، التوبة ما بقى عيدة، ما بتلقى غمزة، ودعته غصب عني، سحرني، خليني شوفك بالليل، لو ما بتكذب لو، الله يشغله باله، ما في نوم، وأغاني كتير، يعني هودي اللي قدرت عدهم. الله عليك ذكرته، هل يجعل البال. أستاذ وسام كتير شفاف، حتى بس يعطيكي رأيه بلحن لملحن غيره بيقلك إنه حلو. إيه، وفي أوقات بيقلي هيدا ما بيسوى. بتمشي عملية التحدي، يعني أنا وياه أوقات بيقلي بدي شغلة محبة. بتتقتلوا مثل ما قال، ممكن تتقتلي معه بس تخدم إنه لحن. ما منتزعل. لا، هو فوق الزعل. أوف. هو إنسان، هو فنان. اللي بتزعل أنا وياه لأنه إنسان ولأنه فنان. ما بيتنحنح هو عم يلحن. ما بيعمل حاله إنه ليك اليوم زابطة بكرة مش زابطة، ليك شوفي أنا هلأ بمود مش لبقلي ولا بيلبقلك، لا ليك بكرة يمكن أنا أعطيك شيء ما بعيجني الأجواء. مين بيقلك يا هون هيك؟ يعني متخيلي أنا متخيلي ملحن، أنا بقلك متخيلي ملحن قدامك عم تعطي. لا بختصر لك اللي قاله وسام. اللي بده يكون موجود، لأنك تتكوني موجودة بدك تلبسي كامل ثيابك وتجي، مش حتجي لعندي مريول المطبخ، بما معناه بالفن بدك تتجهزي فكريا وعقليا، ما في استلشاء يعني، وقلبيا قلبك بده يجي قبل فكرك لعندي لحتى اقدر اقبل منك. وهو قال انه بغض النظر بشيل الصداقات على جنب، ايه ما بكن كره لحدا ابدا،
بس ممكن يكون في انفصال عملي بين الاثنين. ايه لما حدا بده يجي يتدلل علي انا بدي كيف بدي اقول للجمهور انا مش محضرت لك غنية ما توخذني، لانه نحن بحال نقاهة او بحال شم هوا او بحال صدع صفير. استاذ نزار ما في نوم اندعمت غنية طمعتك، ما شفنا دعم، زعلان من نجوى؟ لا ما بنزعل من نجوى، بالعكس بدها تتصور يمكن الغنية بدها، أنا وصلني حقي مجرد ما غنت لي نجوى. حبيبي تعرف تعرف الفكرة اللي طرحتها نجوى لغنية طمعتك هلا أول مرة رح نعلنها. تتصور إيه مع إيه تتصور مع الفانز مع الفانز تبعها عملت شو اللي خطر ببالك؟ ليه بدك تخلي الفانز يلي عم يدرسوا اوديو فيزيوال او اللي عم يدرسوا شيء يعني اختصاص تلفزيون او سينما او تصوير انه يعملوا كليب لاغنيه لإلك بعد ما نزلت مصوره؟ شفت انه الفن كثير اخذ وهج خصوصا مع الجيل الصغير، وحسيت انه في اتجاه كثير كبير من كتار من الشباب على هالمجال، فقلت فعلا ليه ما نكون ببرنامجنا طالما هني بحبوني. نقدر نشوف شو أحاسيسهم وبنفس الوقت منكون عم نتعاون مع بعض أنا والفانز. وضع الفن اللبناني اليوم كيف بتشوفوه؟ تفضل. أنا شايفة ثلاثتكم شايفين شيء بالفن اللبناني أكيد لا لا الفن لي. مثل كل يعني نحن أصلا بهالدنيا، خليني أقول شغلي، في غيم بيبقى صغير مثل شقفة القطن بيقطع وما منحس فيه انه قطع ولا بيغير لون الشمس ولا بيغير علينا شيء بالحياة، وفي غيم بيبقى كبير وبيستوطن عنا وبيعطينا من خيراته وبيشتي علينا الله تيبقى وبيزرع حاله فينا تيبقى يطلع عنا زهر وورد وخضار وحياة من جديد. تخيلي هالغيم المهم الكبير بيعمل عاصفة، نحن هلأ بعاصفة نجوى كرم اللي صار لها 25 سنة ما خلصت وبدنا نضل فيها. ما بعرف برات العاصفة شو فيه، بس بعرف انه عم نحكي عن عاصفة بعدها عايشينا، بعدها عم تزرع خيرة فينا وعند الناس كلها لحتى نبقى ننطر الربيع اللي جاي، البكرة اللي جاي اللي رح ينصف نجوى كرم ويقول نجوى كرم شو عم تعمل اليوم. حبيبي حبيبي حلو كتير. بدي لك شغلة، حلو كتير بحبك. انا بقول لهم الشاعر اللي مش ممكن يعرف يحكي كيف ممكن يعرف يكتب؟ كيف بده يقول لنا شاعر طالما مش قادر يعرف يحكي؟ بيقولوا فلان شاعر عظيم وبيكتب رائع، بتجي تحكي معه كلمتين ما بيعرفش يحكي، كيف بده يكون شاعر؟ الغنية اللبنانية اليوم بتشوفيها وين؟ بأي مرحلة؟ يعني الدراما اللبنانية اليوم عم تطلع المرحلة الذهبية، عم نشوف اشياء اعمال حلوة عم تتصور. الغنية اللبنانية رح اطشك، عرفت شو بدك تقولي؟ ايه كله عم بغني لبناني، كله عم بغني دبكة، كله مزامير، كله مجاويز وكله منيح وكله طبول ومن كل العالم العربي. وبوعدك وعد، وبوعدك وعد، وهيدا قسم مش وعد، انه كلنا بدنا نغني اللبناني. أخبرني ربك حلو. بس هيدا اللبناني اللي عم تسمعيه كله لبناني مزبوط؟ يعني في اغاني مش مقبوله ويكون مش مزبوط يغنوا لبناني؟ انت شو زعجك؟ انا زعجني الكلمات غنوا لبناني على طول. في الحلو وفي الاحلى وفي الرديء. في الرديء نجوى مش معترفه بالرديء. لا مش معترفه بالرديء. في رديء من حيث الكلام خصوصا. نجوى عم بتقول لك انه لبناني، عم نلبنن، عم نلبنن الغنيه. الغنيه لازم تكون ملبنني. نحن ما بدنا ما بدنا نفرض حالنا على ولا شعب، بس بوقت اللي بتلاقي فن طالع من بلد حلو كل العالم بتحب تعمل مثله. واذا كان طالع من بلدنا فن حلو، انا لما بلاقي كثير من العالم العربي عم بيغنوا لبناني بلش حس انه بلدنا مسموع صوته ومسموع اغنيته. فيك تنحي الشمس